بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى قراءة أحاديث كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي حفظه الله تعالى، والليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع باب جديد من أبواب كتاب الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أبواب المقصد الأول من مقاصد هذا الكتاب، وهو مقصد في العقيدة. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: باب غبطة أهل القبور. ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. ذكرنا أن هذا الحديث من الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يخبرنا أن الفتن تكثر في آخر الزمان، والفتن شيء حري بكل مسلم أن يخافه. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يتشرف إليها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا أن هذه الفتن ستكون شديدة، وكلما كنت أبعد عنها كلما كنت في خير، كلما كنت في خير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، من السعادة أن يقيك الله عز وجل الفتن. قال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ولمن ابتلي فصبر. وارد أن أنت ممكن تعرض لفتنة أو ممكن تتعرض لفتنة، فماذا تفعل عندها؟ تصبر على أمر الله سبحانه وتعالى، وتصبر على الحال الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من السعادة أن يجنب الإنسان الفتن، دي من السعادة، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك بعيد عن الدوشة، بعيد عن الأماكن التي يعمل فيها بالمعصية، بعيد عن الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة، نعمة كبيرة جدا، ومن سعادة العبد في الدنيا قبل الآخرة. فالحديث الذي ذكرناه قبل قليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، سبحان الله، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني إيه؟ يعني كل ما كان حالك أبعد عن الفتن كل ما كان ده أفضل ليك. قال صلى الله عليه وسلم مبينا خطرها، قال: من تشرف إليها تستشرف. يعني إيه؟ يعني اللي هيعرض نفسه للفتن ديت من قوتها، اللي هيعرض نفسه ليها، اللي هيحصل سيفتن، لأنها فتن طاغية، فتن عاتية لا يثبت الإنسان أمامها مهما بلغ إيمانه. فإن عرض نفسه للفتن فإنه إيه؟ سيفتن، طالما أنت اللي عرضت نفسك ليها. ولذلك دائما أنا أقول: إياك وغباء التجربة، إياك وغباء التجربة. لأن في بعض الناس بيكون عنده تطفل إن هو يعرف عن هذه الفتن أو عن طبيعتها. يقول مثلا بعض الناس يقول لك: أنا هدخل على القناة بتاعت الإيه، بتاعت الناس اللي بتثير الشبهات حول الإسلام علشان أشوف هم بيقولوا إيه. يدخل ما عادش يطلع، يتشرب قلبه فتنة فيلحد، سبحان الله. فأنت تعمل إيه؟ تبعد. تبعد ليه؟ لأن أنت لو تشرفت إليها هتستشرفك، يعني هتاخدك. ولذلك الإنسان لابد أن يخاف على نفسه، سبحان الله. الآيات اللي احنا استمعنا إليها في صلاة العشاء يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، الأول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت لو دخلت النار محدش هينفعك، انت لو عذبت في النار محدش هيخفف عنك، ومحدش هيفيدك من الناس اللي انت دخلت النار عشانهم او بسببهم. فتعمل ايه؟ انت مصلحتك رقم واحد بالنسبة لموضوع النار، مصلحتك رقم واحد، نجاتك اولا.
وبعد كده ربنا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بس أنت فين؟ أنت في المقام الأول، لأن في بعض الناس بيحب يعيش دور المضحي، يحب يعيش دور الشهم، بس يعيش دور غلط، إن هو مش مهم هو يدخل النار، بس المهم الناس إيه؟ ناس عيش كويس. زي مين؟ زي ولي الأمر مثلا. ممكن تجد الأب يتكسب الحرام من أجل أن يعيش أولاده عيشة كريمة في نظره. ممكن الأم ترضى إن هي تلبس بنتها ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى في مقابل إن هي عايزة توفر لها عريس. طب هو كده أنت بتعمل إيه؟ الأب أو الأم هو كده بيشتري النار في مقابل الوصول إلى راحة أو سعادة أولاده، وده خطر. ربنا يقول أولا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت رقم واحد لازم تبص في مصلحتك. أنا دائما أقول لازم تكون أناني في هذه الجزئية، أن تكون أنانيا في حرصك على مصلحتك في الآخرة. مصلحتك رقم واحد، الشيء اللي هيقربك من الله سبحانه وتعالى عليك به رقم واحد، لا تلتفت لغيره ولو خسرت في مقابله كل شيء. ليه؟ لأن أنت بتبحث عن نجاتك. هو أنت لما تموت بتموت ومعاك العيلة بتاعتك ولا بتموت لوحدك؟ بتموت لوحدك. لما تدخل قبرك بتدخل قبرك ومعاك العيلة بتاعتك وأصحابك ولا بتدخل لوحدك؟ بتدخل لوحدك. لما تبعث وحدك، لما تحاسب وحدك، لما تعدي على الصراط وحدك، كل يوم مسكين ماشي لوحدك. فأنت منين هتغتر بمصلحة من حولك على حساب آخرتك؟ مشكلة كبيرة إن الإنسان يعيش دور الشهامة المذمومة أو يعيش دور إيه؟ الشخص المضحي في مقابل إسعاد الآخرين حتى ولو كان عمله لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام إن ربنا سبحانه وتعالى يقول قوا أنفسكم، لازم تنظر فيما ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنا أخبرنا بكيف ستكون أحوال الزمان في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. ينهر أبيض، يعني ده معناه أن أنت إيه؟ معناه أن أنت لازم تاخد حذرك، معناه أن أنت لازم تكون منتبه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لك خد بالك طريقك مفروش بالورود، لا، ده يقول لك طريقك فيه مصاعب، طريقك فيه فتن. قال صلى الله عليه وسلم حتى تلقوا ربكم. طول ما أنت بتقترب من نهاية الدنيا فلا تنتظر إلا الفتن. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا معنا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان تكون على بينة من أمرك. عارف عامل زي ما تكون زي إيه؟ واحد طالع رحلة فبيسأل المسؤول عن الرحلة، هي الرحلة دي هنحتاج فيها إيه معانا ناخده معانا؟ فقال له لا يا أخي أنت مش هتحتاج أي حاجة، كل شيء متوفر معانا. وبعدين لما ركب الأتوبيس بتاع الرحلة دي وماشي، فهو في الطريق حب يأكل، فبيسأل المشرف يا سيادة المشرف أنا عاوز أكل. قال له لا مفيش أكل. طب عاوز أشرب؟ مفيش مية. كده المشرف ده لما أجابه عندما سأله في المرة الأولى هل غشه ولا نصحه؟ غشه. ليه؟ لأنه كذب عليه ولم يوضح له طبيعة الرحلة. لكن لو قال له أيوة خد معاك أكلك وشربك علشان الطريق ده ما فيهوش أكل وشرب وإحنا مش موفرين الخدمات دي، كده يبقى هو نصحه. فلو هو قصر في عدم أخذه ما يلزمه يبقى هنا اللوم على مين؟ اللوم على الشخص نفسه، لأنه هو الذي قصر. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا طبيعة الطريق. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا فلان الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ليس مفروشا بالورود، إنما فيه شوك، فلا بد أن تحذر. طب احنا أحذر إزاي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني ايه معنى الحديث ده؟ يعني قبل أن تأتيك الفتن لابد أن يكون عندك رصيد من العمل الصالح. ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال الصالحة ورصيدك عند الله سبحانه وتعالى يجعلها الله عز وجل مثبتات لك في الفتن. ولذلك تجد أن من سلك طريق التعلم، طريق حفظ القرآن، طريق تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومدارسة الأحاديث النبوية، تجده أثبت في الفتن.
خلاف الإنسان اللي مكبر دماغه. ليه؟ لأن الإنسان الذي يعني لا يلتفت لمثل هذه الأمور قلبه ليس فيه كبير علم ولا إيمان، وبصيرته ضعيفة. فبصيرتك على قدر ما تعلم عن الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما تعلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة، أي على علم. الإنسان كلما كان أعلم بالله، كلما كان أعلم بسنة رسول الله، كلما كان هذا من المثبتات له في الفتن. فمن الأعمال الصالحة التي تثبت العبد عندما تأتيه الفتن أن يكون قريبا من القرآن، أن يكون قريبا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وتعلما. وإلا فالجهل من أسوأ ما يكون، الجهل من أسوأ ما يكون. تأتي الفتنة إلى قلب الإنسان الذي ليس عنده علم فتخترق قلبه بسهولة جدا. تأتيه فتنة، فتنة شبهة، فلا تجد عنده من العلم ما يدفعها. تأتيه فتنة شهوة، فلا تجد في قلبه من الإيمان ما يدفعها. طب هو هيواجه الفتن إزاي؟ ما هو علمك وعبادتك وأعمالك الصالحة عاملة زي الدرع بتاعك، الدرع الذي يقي قلبك من الإيه؟ من الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني إيه؟ يعني يكون عندك رصيد كبير من الأعمال الصالحة قبل أن تأتيك الفتن. فإذا جاءتك الفتن ووجدت قلبك محصنا تجاوزتك إلى من هو بعدك. ولذلك أنت اسأل نفسك، في كثير من الناس سلكوا طريق ربنا سبحانه وتعالى وما كملوش. ليه؟ هم عرضوا نفسهم للفتن، وفي نفس التوقيت كان عندهم ضعف في التحصين، عندهم ضعف في الأخذ بالأسباب التي تقيهم الفتن. فمن أهم الأسباب أن يكون الإنسان على علم بالله. ومن العلوم النافعة أن تعلم أنه ليس من الحكمة الاقتراب من مواضع الفتن، إن أنت تعلم أنه ليس من الحكمة أن تقترب من مواضع الفتن. فإنسان تاني لا يعلم هذا فإنه يقتحم ميادين الفتن فلا يخرج منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأماكن اللي فيها فتن وهتفتن فيها أو هتتعرض فيها للفتن ابعد عنها، لأنك لو فتنت هتخسر دينك وهتخسر دنياك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واضح معانا خالص في تحديد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أو بتعبير أدق في تحديد الطريق الذي سيكون في آخر الزمان. طبيعة الحياة في آخر الزمان هتكون عاملة إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح معانا، قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف إليها تستشرف. ختم الحديث بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. يعني إيه؟ يعني أنت الحتة اللي هتخليك بعيد عن الفتن ما تسيبهاش، خليك فيها علشان تحافظ على نفسك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وده في إشارة إلى شدة الفتن التي ستكون في آخر الزمان. من كتر الفتن يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. في هذا الحديث احنا هنقف وقفتين. الوقفة الأولى وقفة باعتبار أن هذا الرجل الذي تمنى الموت هو رجل من الصالحين، دي الوقفة الأولى. والوقفة الثانية أن الرجل الذي تمنى الموت ليس من الصالحين، وإنما هو تمنى الموت لضر نزل به في دنياه. تمام؟ عشان تكون المسألة واضحة يعني. طب بالنسبة للصورة الأولى، أن رجل من الصالحين من شدة الفتن وخوفه على دينه يمر على قبر الرجل فيتمنى الموت خوفا على إيه؟ خوفا على دينه. طب وهل الإنسان لو كان خايف على دينه من الفتن هل يجوز له أن يتمنى الموت؟ مسألة دي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كيف التعامل فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني إيه؟ يعني أنت ما أنتش عارف
أيهما أفضل إليك الآن، أن تلقى الله سبحانه وتعالى ولا أنت تعيش وتصبر؟ ويرزقك الله سبحانه وتعالى الصبر على ما تجد. أنت مش عارف فتعمل إيه؟ ترجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضك إليه غير مفتون. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. يعني أن أنت يكون ليك دعاء أن الله عز وجل إذا أراد أن يقبض روحك أن يقبضك على حال ترضيه، أن يقبضك على غير فتنة. يبقى أصبح هذا الرجل الذي معنا في الحديث أنه يمر بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. لو اعتبرنا أن هذا الرجل صالح فإنه ما قال هذا إلا خوفا على إيه؟ خوفا على دينه. وهذا يدل على شدة الفتنة، لأن الإنسان الصالح طول ما هو عايش بيخاف. تخيل كده تعيش أنت عمرك صالح وبعد كده يختم لك بسوء، مصيبة. فالإنسان بيخاف أن يختم له بسوء، الإنسان الصالح يخاف أن يختم له بسوء، فلذلك يتمنى أن يموت على خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كيف يكون التعامل، تقول إيه؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ده باعتبار أن أنت رجل صالح وتخاف على نفسك الفتن. وكذلك تتعوذ بالله من الفتن. لو شفت الفتن شديدة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال: تعوذوا بالله من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك، يقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا قالوا: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذ بالله من الفتن، لأن الخسارة كبيرة. الخسارة كبيرة في إيه؟ إن أنت لو مت على سوء خاتمة وخسرت دينك مصيبة كبيرة، لأنه لم يعد عندك فرصة للإصلاح، خلاص الموضوع خلاص. وأجمل شيء أن تموت على حال طيبة. دائما أقول والله أحسن يوم هو اليوم الذي تلقى الله عز وجل فيه وأنت على خير. يكون أهلك عاملين صوتوا ويحزنوا عليك حزن شديد وبكاء شديد. صوت ديت يعني مش معناها أن زواز الصوت، يعني أنا أقصد شدة الإيه؟ شدة الحزن. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيه؟ نهى عن النياحة على الأموات يعني. لكن أنا أقصد أن الناس بتكون حزينة عليك حزن شديد جدا لأنك كنت رجلا صالحا ففقدوك، وأنت إن كان بإمكانك أن ترد عليهم لقلت لهم: أنا في أفضل حال. لأنه يكون خير يوم مر عليك هو اليوم اللي تموت فيه وأنت رجل صالح. يا نعمة كبيرة، لا شقاء بعد اليوم، لا عناء بعد اليوم، لا تعب بعد اليوم، لا حزن بعد اليوم. أنت عاوز إيه تاني؟ خلاص ليس عندك إلا التنعم. بمجرد أن تدخل قبرك يفتح لك روضة من روضات الجنة فتجلس فيها إلى أن يخيب الله الساعة، ثم بعد ذلك يدخلك الله الجنة وأبشر. إن أدخلت الجنة فقد جاءك كل خير وفاتك كل شر، نعمة كبيرة. فخير يوم يمر عليك هو اليوم الذي تموت فيه إن كنت صالحا. فلازم تكون عينك على اليوم ده، عينك على اليوم ده. ذكرنا قبل ذلك أن أحد الصالحين كان يصلي بالليل صلاة طويلة جدا، يقول: أعدها لملك الموت، أعدها لملك الموت. علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر لما يأتي الأجل يكون خير يوم بالنسبة له. وأحد الصالحين أيضا بكت ابنته عنده وهو في مرضه الذي مات فيه، فقال لها: يا بنية لا تبكي لا تبكي، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الحجرة 4000 مرة. الله أكبر. شوف الناس، وفي هذه الأوقات لا يثبت ولا يطمئن القلب إلا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية. طب هل ده يستاهل إن أنت تعمل له ولا ما يستاهلش؟ يستاهل طبعا. يستاهل إن أنت تبعد عن الفتن ولا ما يستاهلش؟ يستاهل. يستاهل إن أنت تعض على الطاعة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى ولا ما يستاهلش؟ يستاهل. يستاهل المجاهدة، يستاهل التعب، يستاهل مجاهدة
ومغالبة الشهوة فيك حتى يختم لك بخير. ده باعتبار أن هذا الذي يتمنى الموت كان من الإيه؟ كان ممن يخاف على دينه. الصورة الثانية أن الذي يتمنى الموت ويمر على قبر الرجل رجل قد حزن لفوات الدنيا عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا. في بعض الناس ممكن إن فاته شيء من الدنيا يموت حزنا، وهذا ما مات حزنا إلا بارتفاع شأن الدنيا في قلبه. الدنيا كلما كانت هينة في قلبك كلما كان حزنك عليها أخف، وكلما كنت أعلم بالله علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. شوف الموضوع هيرد لإيه؟ هيرد برضو لمدى علمك بالله سبحانه وتعالى ومدى علمك بهذه الحياة الدنيا. ربنا يقول في أكثر من موضع، مثلا منهم إيه؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب ولهو، الدنيا دي ولا شيء. قال سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال متاع قليل. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الدنيا متاع قليل وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعني متاع الحياة الدنيا مقارنة بالآخرة ولا شيء. فالإنسان الذي يحزن لفوات جزء ضئيل جدا من هذا المتاع الذي هو أصلا كله إيه؟ قليل، فلا شك أن عنده خلل، لم يعرف قدر الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أصحابه في يوم فمر على جدي ميت أسك، أسك يعني إيه؟ ودنه مقطوعة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يشتري هذا بدرهم؟ من فيكم يشتري هذا الجدي الميت الأسك بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا، يعني ده أصلا لو كان حي كان معيب لأن أذنه مقطوعة. فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا على أصحابه، يعني الدنيا أهون على الله من هذا الجدي الذي لم يرضى أحد منكم أن يشتريه بكام؟ بدرهم. الدنيا هينة عند الله، لا قدر لها عند الله سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ده لو كانت إيه؟ لو كانت تعدل، الحقيقة أن هي إيه؟ لا تعدل. سبحان الله، ليست الدنيا بشيء، والله ليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان تصير الدنيا أكبر الهم بالنسبة له فهذا لا شك أن عنده خلل في العلم، في العلم عن الله والعلم عن رسوله والعلم عن حقيقة الدنيا. فبعض الناس قد يموت حزنا لفوات الدنيا عليه، يموت وسبحان الله ربما هذا الشخص لا يتألم لفوات دينه عليه. ممكن تجد بعض الناس ما بيصليش، قاطع لأرحامه، آكل للحرام، مرتكب للكبائر ولا في دماغه، عايش زي الفل، ولكن لو فاتته بيعة أو خسر خسارة في عمله ربما ما نام من الإيه؟ من الحزن، مصيبة كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. كل مصيبة طالما بعيدة عن الدين فهي هينة، والله هينة. المصيبة التي لا عوض بعدها المصيبة في الدين، الإنسان يفتن في دينه، أن الإنسان ينتكس ويرتكس ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى مصيبة. أن أنت لو خسرت دينك هي دي المصيبة التي فعلا ليس بعدها مصيبة. لكن مصيبة الدنيا إن صبرت عليها أجرت، وإن صبرت عليها عوضك الله سبحانه وتعالى. في سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. السبب إيه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كل أمور الدنيا مقدرة، فما تزعلش، ما تزعلش إن فاتك شيء منها، ولا تفرح بما آتاك الله من الدنيا، لأنه ممكن في لحظة يزول عنك أو تزول أنت عنه. فأنت إزاي تعلق قلبك به كل هذا التعلق يا مسكين؟ ممكن في لحظة يروح منك. إزاي أنت تجعل الدنيا في مكان عالي جدا في قلبك وممكن في لحظة تروح منك وتحزن عليها حزن يكاد يفسد عليك دنياك وأخراك؟ في بعض الناس لما بيحزن ممكن يصاب بشلل، في بعض الناس ممكن لما بيحزن ممكن يحصل له مثلا التجلطات
في أي مكان في جسده. علشان إيه؟ علشان الدنيا، الدنيا دي ولا شيء، أنت بس اللي تلاقي مساحة أكبر من حجمها الحقيقي في قلبك، فلذلك أثرت فيك هذا التأثر. وارد أن أنت تزعل على فوات الدنيا، لكن يكون زعلك على قدر الإيه؟ على قدر الدنيا. دنيا رايحة لحالها مش باقية. والله لو حزت مال قارون لا بد أن تذهب عنه أو يذهب عنك، ملهاش حل، ولن تستطيع أن تأخذ منه شيئا في قبرك، مستحيل. بتعمل إيه؟ أعطي الدنيا قدرها، ما تزعلش. المؤمن تضيق به الدنيا إن فاتته صلاة الفجر، المؤمن تضيق به الدنيا إن أصر على ذنب، المؤمن تضيق به الدنيا إن قصر في طاعة. أما أمور الدنيا سهلة، لو فاتك شيء منها يوشك أن يعوضك الله، لو فاتك شيء منها وصبرت عليه كتب الله أجرك. لو فاتتك الدنيا جميعها ما ضرك هذا في الآخرة إن كنت من الصالحين. ففي الآخر أنت مش خسران، يعني لو فاتك شيء من الدنيا أنت مش خسران. الخسارة الحقيقية أن يفوتك شيء من دينك فتلقى الله سبحانه وتعالى على حال لا ترضيه. فلذلك الإنسان لابد أن يجعل الدنيا في قدرها الحقيقي، لا يجعل الدنيا أكبر الهم. والله في ناس لا تنام الليل بسبب الدنيا، والله في ناس عندها أرق، أصبح عندها أرق مرضي بسبب الدنيا. طب وليه؟ ليه كل ده؟ في ناس إلى الآن مش عارفة تصلي ركعتين صح بسبب الدنيا. طب أنت ليه اديت الدنيا هذا الحجم في قلبك ونفسك؟ علشان إيه؟ الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكيف ترفعها هذه الرفعة في قلبك؟ سيدنا عبد الله بن مسعود، الحديث اللي بعد كده وأختم به وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيوضح لنا هذه الصورة الثانية ممن يمر على القبر فيتمنى أن يموت لا من أجل دينه وإنما من أجل حزنه على فوات الدنيا. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: يأتي على الناس زمان يأتي الرجل القبر فيضجع عليه فيقول: يا ليتني مكان صاحبه. يقول: ما به حب لقاء الله إلا لما يرى من شدة البلاء. يعني مش الدافع على إنه هو يقول يا ليتني كنت مكانه إنه هو حابب لقاء ربنا فهو رجل صالح، لا لا لا. قصة معاه بحالها إيه؟ إن ظروفه ملطشة، إن الدنيا مش ماشية في إيديه، إنه كل ما يفتح مشروع يفشل، إنه هو محزون بسبب الإيه؟ بسبب الدنيا، مش لمجرد أنه يحب أن يلقى الله، هو محزون من أجل فوات أمور الدنيا عليه. سبحان الله. هذا يدل عليه على أن هذا الرجل قد بلغت الدنيا في قلبه مبلغا لا ينبغي أن تبلغه. طب من الدلائل على ذلك في الحديث نفسه أنه يقول إيه؟ يقول: يمر أو يأتي الرجل القبر فيضجع عليه. هذا يدل عليه، يدل على قلة العلم، لأن الاضجاع على القبر هذا يدل على قلة العلم، لأنه لا يجوز، لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. يعني أنت لو تأتي بجمرة وتجلس عليها حتى تحرق ثيابك وتصل إلى الجلد فتحرقه، ده أسهل لك وأيسر لك من أن أنت تجلس على القبر. ودي من الأخطاء المنتشرة في تشييع الجنائز، أن في بعض الناس بيكون مثلا رايح يشيع جنازة فتعبان، يعمل إيه؟ عاوز يرتاح فيجلس على الإيه؟ يجلس على القبر. مصيبة، مصيبة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ما ينفعش تجلس على القبر. طب تعمل ايه؟ اجلس على الارض. ده اللي بيجلس. طب اللي بيمشي ويدهوس على القبور، مصيبة كبيرة. فهذا الرجل يدل على ايه؟ يدل جلوسه على القبر على قلة علمه، فيضجع عليه ويقول يا ليتني مكانه. بسبب ايه؟ يقول: ليس به حب لله وانما لما نزل به من البلاء. ملخص الكلام ده كله ايه؟ إن أنت لازم تخاف على نفسك من الفتن، ولازم تبادر بالأعمال الصالحة، ولازم تجاهد نفسك على الطاعة، لازم تجاهد نفسك على الإقبال على الله، لازم تجاهد نفسك على حفظ كتاب الله أو تعلمه، لازم تجاهد نفسك على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تعلمها، لازم تجاهد نفسك على العبادة، لازم تجاهد نفسك على الذكر. كل الأشياء دي أنت بتكون بها درع يقي قلبك إذا ما أقبلت الفتن.
فالأعمال الصالحة هي التي يجعلها الله عز وجل حصنا واقيا لقلب عبده المؤمن إذا أقبلت الفتن. لكن إن أقبلت الفتن ووجدت قلبا فارغا من العلم، وجدت قلبا فارغا من العبادة، فإنها سرعان ما تخترق. وإذا اخترقت الفتن القلب فلا تسأل عن حال صاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الفتن، والحمد لله رب العالمين.